الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل نظريات التنمية Development Theories تحت عنوان إطار هوزمان رودريك بيلاسكو في تشخيص النمو. هذا الإطار هو في تشخيص النمو، هوزمان رودريك بيلاسكو Growth Diagnostic Framework. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين، وبخاصة طلبة الدراسات العليا، حيث ما وجدوا. وعلى بركة الله نبدأ. قدمت في مقطع سابق أول نظرية في اقتصاد التنمية، وكانت تحت عنوان نظرية الحلقة The O-Ring Theory of Economic Development. وقدمت في مقطع لاحق نظرية الدفع القوية The Big Push Theory. في هذا المقطع سأقدم بإذن الله تعالى ما يسمى إطار هوزمان رودريك بيلاسكو في تشخيص النمو، اختصاره عادة HRV Growth Diagnostic Framework. أرجو الرجوع إلى نظرية الدفع القوية بالضغط على الرابط أدناه لأهمية ربط الأفكار والنظريات مع بعضها بعضا، وبخاصة مع مفهوم الفشل في التنسيق Coordination Failure، لأهمية هذا المفهوم في فهم وإدراك نظريات التنمية الحديثة. أهمية الاستثمار: يؤدي تشجيع الاستثمارات الناجعة الكفؤة، المقصود بها ذلك efficient investment، ودعم روح المبادرة entrepreneurship هنا الفردية أو الجماعية، يؤدي دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذن هذا التشجيع للاستثمارات الناجعة الكفؤة يؤدي إلى أو يؤدي دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، طبعا يؤدي دورا هاما في النمو ثم في التنمية. لابد من إدراك حقيقة خطيرة تقول بأنه ليس هناك سياسة واحدة تنفع كل الدول، لأن الدول تختلف عن بعضها بعضا ثقافيا جغرافيا اجتماعيا ومن حيث توافر الموارد، ما يعني بأن الدول المختلفة تواجه قيودا مختلفة، أو ما يسمى بالأدبيات التنموية الغربية constraint different constraints. طبعا تكمن أوليات اقتصاديات التنمية ونظرياتها في تحديد نوع وحجم القيود التي تواجه الدول، وبخاصة الدول النامية. جاءت فكرة إطار تشخيص النمو لعلماء التنمية هوزمان ورودريك وبيلاسكو لتلقي المزيد من الضوء على موضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره موضوعا يمس حياة البشر بشكل مباشر. تتلخص فكرة إطار هوزمان رودريك أند بيلاسكو HRV، هذا الإطار يركز على أكثر القيود التي تعيق عملية التنمية أو النمو، طبعا عفوا يركز على أكثر القيود التي تعيق عملية النمو ثم التنمية، لأننا نبدأ بالنمو ثم بالتنمية في الدولة تحت الدراسة طبعا. ويلفت الانتباه إلى مشكلة الفشل في التنسيق Coordination Failure التي تعاني منها الدول عادة، لكن الدول النامية على وجه الخصوص. يشرح العلماء الثلاثة بواسطة تجارب لدول متعددة بأن منهج استهداف أكثر القيود، الآن أرجو التركيز من حضراتكم، منهج استهداف أكثر القيود المعيقة للنمو في الاقتصاد تحت الدراسة يتميز عن غيره من مناهج العالم التنموي حول ما يتعلق بالسياسة التنموية المناسبة التي ينبغي على الحكومة أن تنتهجها. لابد من الدخول ببعض التعريفات البسيطة هنا. تعرف العوائد الاجتماعية أو ما يسمى بالسوشال ريتيرنز بأنها ربحية استثمار ما عند حساب الفائدة والكلفة من وجهة نظر المجتمع. لنفترض بأن المجتمع طبعا ممثلا بالحكومة قرر أن يبني جامعة أو مستشفى أو مستوصف صحي أو طريق أو سد لحجز المياه. الآن لابد من أنه تدرس الآن الفائدة المرجوة من هذا الاستثمار والكلفة من وجهة نظر الاجتماعية. تعرف الجغرافيا بأنها هي تضاريس وطبيعة الرقعة الأرضية التي تشغلها الدولة تحت الدراسة، ليس بمعنى حدود الجغرافية بالمعنى التقليدي، لكن الجغرافيا ما هي طبيعة الأرض، هل هي صحراوية، هل هي سهلية، هل هي جبلية، هل فيها موارد كالمياه والأشجار وما شابه،
فلا بد من دراسة الجغرافيا. التعريف الأخير وهو غريب ومهم: جني حصة مناسبة. باللغة الإنجليزية appropriation معناته اقتطاع، هنا يعني نقتطع حصة من كذا كذا حتى نخصصها للشيء المعين أو تخصيص. هنا appropriability هي قدرة المستثمرين المحدودة على جني حصة مناسبة لاستثماراتهم مقابل توظيفها في فرص أخرى. بمعنى آخر، عندما يقوم مستثمر ما في دولة ما باستثمار معين، هنا في يعني لابد أن نعرف ما يسمى بالappropriability، جني حصة مناسبة، لأنه إذا ما قارنا الأرباح المتوقعة لو تم توظيفها في فرص أخرى ماذا يجني. يفترض إطار التشخيص المقترح بأن الاقتصاد تحت الدراسة أو الاقتصادات تعاني من تدني الاستثمارات الخاصة وانخفاض روح المبادرة. إذن الإطار يفترض بأن الاقتصاد تحت الدراسة يعاني من تدني الاستثمارات الخاصة وانخفاض روح المبادرة entrepreneurship الفردية والجماعية لتحمل مخاطر الاستثمار. فما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها؟ يصنف إطار التشخيص مشاكل الاقتصاد تحت عنوانين منفصلين، طبعا في الإطار نفسه هذا، هما مشاكل في التمويل problem in financing ومشاكل في العائد problem in the return. إذا في عندي هنا التمويل ومشاكله والمشاكل في العائد. الآن هنا ربما يكون أهم جزء من هذا المقطع، وهو كيف نفهم أو لابد من فهم ما يسمى شجرة اتخاذ القرار في إطار تشخيص النمو. إذا الآن الأسباب الممكنة للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد. أول، ممكن يكون المشاكل تعود إلى عائد منخفض للأنشطة الاقتصادية، يعني قامت مجموعة أو قام فرد باستثمار ما، فالعائد المنخفض على هذا النشاط الاستثماري، وهنا الآن الكلفة العالية للتمويل. فإذا هنا أسباب إلى اليمين، هذه أسباب تختلف عن هذه الأسباب. أسباب هذه هي كلفة عالية للتمويل، وهنا عائد منخفض للأنشطة. وبالتالي أعود إلى المقطع السابق وأقول للتذكير فقط لا غير، بأن هنا يصنف إطار تشخيص مشاكل الاقتصاد تحت عنوانين منفصلين، هما مشاكل في التمويل ومشاكل في العائد، عائد على الاستثمار طبعا. أعود إلى شجرة اتخاذ القرار، هنا الأسباب الممكنة. فأول هذه الأسباب عائد منخفض الأنشطة الاقتصادية، والأسباب الثانية أو السبب الثاني أو قائمة الأسباب الثانية هي كلفة عالية للتمويل. أبدأ طبعا على الجهة اليسرى هنا، هذا الآن العائد المنخفض للأنشطة قد يؤدي إلى محدودية قدرة المستثمرين على جني حصة مناسبة لاستثماراتهم التي يمكن أن تجني أرباحا أكثر لو وظفت في فرص أخرى، كما ذكرت قبل قليل low appropriability. الآن هذا كذلك الأمر يؤدي أو يكون ممكن سببه عائد اجتماعي منخفض، العائد الاجتماعي social return. عندما ذكرت أنه تعريف العائد الاجتماعي والعائد الاجتماعي هو الفوائد والكلفة التي يجنيها المجتمع، أو عفوا الفوائد التي يجنيها المجتمع والكلفة التي يتحملها المجتمع من استثمار ما كالجامعة أو السد أو الطريق وما شابه. هذا العائد الاجتماعي المنخفض قد يكون سببه بنية تحتية رديئة، وربما جغرافيا رديئة، عوائق جغرافية، عندي جبال عالية لا أستطيع استغلالها، أراضي زراعية قليلة، قلة الموارد، قلة المياه، قلة الأشجار وما شابه. وربما يعود إلى رأس مال بشري من نوعية منخفضة، أو ربما يعود للأسباب الثلاثة. هذا الآن بنية تحتية رديئة، جغرافيا رديئة، ورأس مال بشري من نوعية منخفضة. هذا محدودية قدرة المستثمرين على جني حصة مناسبة لاستثماراتهم التي يمكن أن تجني أرباحا أكثر لو وظفت في فرص أخرى، أو ما يسمى low appropriability، قد يؤدي طبعا في حالة فعلا هذا حصوله إلى فشل في السوق، market failure. الماركت فيلير عندما الآن لا يستطيع القطاع الخاص أن يزود السوق بما يحتاجه من سلع
خاصة السلع الكبيرة أو الرأسمالية، ويؤدي كذلك إلى فشل في السوق. أو ربما لاحظوا لي هلا بدي أعكس السبب، أنه ربما هذا يؤدي إلى هذا، فشل السوق يؤدي إلى محدودية قدرة المستثمرين، وفشل الحكومة في وضع السياسات المناسبة وتوفير السلع العامة المناسبة يؤدي إلى محدودية قدرة المستثمرين على جني حصة مناسبة لاستثماراتهم. فشل السوق، هناك آثار خارجية للتنسيق coordination externality، وهناك كذلك آثار خارجية للمعلومات. هنا كلفة المعلومة بتكون باهظة جدا على المستثمرين أو المبادرين من القطاع الخاص. فشل الحكومة، هناك نوعين من المخاطر، مخاطر على مستوى الاقتصاد الكلي، تمويلية، نقدية، عدم استقرار مالي، والنوع الآخر على مستوى الاقتصاد الجزئي هو حقوق ملكية، فساد ضرائب. ندخل الآن بالجزء الثاني من الأسباب، أو الشكل الثاني، هو كلفة عالية للتمويل. تمويل محلي رديء يعني واحدة من الأسباب، أو أنه تمويل دولي رديء، هنا local يعني bad local financing، هنا bad international financing. التمويل المحلي الرديء قد يكون سببه أن هناك وساطة تمويلية رديئة، أو ما يسمى ب bad intermediation أو intermediary، وربما الآن لانخفاض الادخار المحلي، لانخفاض الادخار المحلي. هذا الآن الخط، هذا المنحنى المتقطع، فصل لي بين الشكلين. هنا مشاكل تعود إلى التمويل ورداءته، وهذا الجزء بعد الخط هذا. فإذا هنا أختصرها بأن هذه مشكلة في التمويل، وهنا جميعا إلى يسار الخط المتقطع مشكلة في العائد. نكمل الآن. نتيجة مشكلة الفشل في التنسيق coordination failure، وهي من أخطر المشاكل التي تواجه الدول النامية. أعيد هذا الرسم التوضيحي من the big picture أو نظرية الدفع القوية، بأن التنمية الاقتصادية وتقنية معاقة، هنا تؤدي إلى بيئة مؤسساتية وتقنية ضعيفة، تؤدي إلى كلفة باهظة على المعلومات وحقوق الملكية، تؤدي إلى إمكانية تسويق وتطوير معاقة، تؤدي إلى تنمية اقتصادية وتقنية معاقة، وبالتالي نشاط اقتصادي ضعيف وسوق ضيق وبنية تحتية بكلفة عالية مع مخاطر عالية وكلفة إنتاج عالية. إذا هذا يؤدي إلى هذا، وهذا يؤدي إلى هذا، وهذا يؤدي إلى هذا، والعكس صحيح، وهنا هذا يؤدي إلى هذا والعكس صحيح، وأخيرا هذا يؤدي إلى هذا والعكس صحيح. شكرا لكم على حسن متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية، وأن تبدوا آرائكم حول المقاطع من أجل تعميم المعرفة بلغتنا العربية، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.